اللهم إنا الله يسلم يا نسألك، مولانا ويبارك فيكم يا سيدي. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل ليلة القدر، وأن تفتح اللهم علينا من فتوح العارفين، وأن تبارك لنا في أرزاقنا، وأن تجعلنا من أهل وصلك يا رب العالمين، وأن تكتبنا في زمرة سيد المرسلين. اللهم اكتب أسماءنا في قلب حضرة النبي، واكتب أسماءنا في ديوان أهل الجنة. اللهم إنا نسألك أن تمحو كل ذنب من قلوبنا. اللهم إن نظرت إلى قلوبنا فوجدت فيها وجعا أو ألما أو ضيقا أو حرجا أو كآبة، فامح كل ذلك واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك. بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، واجعل قلوبنا يا مولانا على ما تحب بما تحب يا رب العالمين، واجعلنا دائما ممن فازوا برمضان وفازوا بالعشر الأواخر، وطيبت قلوبهم بأن قبلتهم في عبادك المحبوبين. يا جميل يا ودود يا رحيم يا رب العالمين.